مصدق حبيتك. هي أول بنت بالدنيا بتحبني. اشتقت لك. وانا اشتقت لك. انا بحب الانتاي اللي بتغار. ايه لانك بتفهم. معي 500 لبعد بكره. لا ما بتحب التفاح. لك ايه؟ بتحب البرتقال. ليش بتحب البرتقال يا حزرة؟ سؤال جوهري. ساندريلا رايحة على حفلة ترقص. مظبوط. والبرتقال فيه فيتامين سي. يا عيني عليك. لكن مشان هيك فلا طلقها جوزها. مو فلا ساندريلا خصوصا لما خالتها. طيب امي ماشي. عم اقول لك ماشي. خلص امي مشان الله ذبحتيني. سمية شبك؟ ما في شيء. طب ليش كنتي عم تعيطي؟ فرج؟ ما في شيء. ليكي اكيد ما صاير شيء ولا انت ما بدك تحكي، خلص احكي لي انا بساعدك. لا حبيبتي بلا عليك هالمساعدة. خلص شباب عم قلكم ما في شيء. طيب نحن رايحين على المحاضرة، تفضلي. شوي وبلحقكم. شرفي. من هون. يعني والله طوشتيني يا أمي بأسطوانة هالبيت والمصاري وما بعرف شو. الله يسامحك يا أبي. لك لا يا فروشتي، هي مو سندريلا اللي بتنام من عقدة الدفاع، هي فلا. إيه والله معك حق. يا شو كان الاسم؟ فاتنة. فاتنة. بس والله عقلي ما عاد جمع. ليه؟ أصلاً عجبك سيديات ولا عيار تقيل؟ عيار تقيل؟ إيه. أكشن. لا شو أكشن ما أكشن، أتقال. سبونج بوب. عم تمزحي؟ لا ما عم تمزحي. معناتها ما عم تمزحي. لا بس والله هذا سبونج بوب غليظ. انا ما قصدي عليه، انا قصدي على التليتابيز. التليتابيز محترمين، انا بحبهم من جوا. انا بحب الله والتليتابيز والدكتور ميسر. اكيد يا قطتي السياميه انت والهارون تبعك مو قاعدين بكافتيريا او حديقه. انتوا قاعدين بمدرج لتهيئوا حالكم لتاخذوا درس، مو لتعلكوا علاك فاضي بلا طعمه. دكتور فيني؟ والله لا برا. دكتور لا برا. دكتور انا كنت لا برا. وادي على الدور. وادي يبعث لك محضر انت وياه كثير ولا شو. المهم بيقولوا كابتن ماجد لنخزو الكافوز. علي الحلال اهم ضربه مباشره بشوفها بحياتي. طبعا شو اكد لك اياها؟ لا الله يخليك. طب خليني احكي لك على سبونج بوب. طيب يلا شو خليني احكي لك. يلا احكي. ايه علي الحلال الله بعتك. ليش شو بدك؟ انت لوين رايح؟ المحاضره. ليك اخي باسل انا بدي احكي معك بموضوع. يعني انت صار لك فتره هيك مو على بعضك وحاسك مشوش. كيف يعني؟ يعني يا حبيبي يا باسل انت ما فيك شيء، اشتقت لك. بس انت كل اللي عم يصير فيك هو هسوسه وولوسه. يعني ليكك عين الله عليك عم تروح وتيجي على الجامعه. بيفهم بالله. وهذا النحف اللي نحفانه شو؟ لك يا حبيبي يا باسل، لك انت مو نحفان ولا شيء. بعدين لا ترد على مازن وفراس وسمية، هدول لسه بدهم يجيبوا اخرتك. كمان بيفهم. لا تجذبها فراج، قال ما معي شيء. قال على كل الأحوال بكرة بتطلع نتيجة الطبقي المحوري وبتشوفوا كلياتكم أنه أنا مريض ما عم أتوهم. وهي النتيجة ما رح تضيع لأنه أنا رحت على مركز بعيد ما حدا بيعرفه غيري أنا، مشان ما حدا يخبي علي النتيجة ويقول لي شو معي وتضرب أنت والوقت اللي ضيعته وأنا عم بحكي معك ومعه. علي الحلال مجنون هالزلمة، عم يضيع حاله ويضيعنا معه. هو مجنون ولا أنت؟ كنت عم بحكي لك على الكابتن باسل والضربة القاضية.
احكي لك قصة احلى؟ لا ايه شو كان الاسم بالله؟ فاتنة. اشتقت لك يا فاتنة. انت ايه؟ معلم انا اخذ بالي. بلاش مرحبا. اهلين. ضايق خلقي، قلت نجي بتسلى هون. ايه لكان ملاهي، ملاهي عندي انا، زحليطة، سيارات، مرجوحة. قلبي اللي تقلب رابطك. شو بتحبي تركبي؟ شو بتحبي تشربي؟ كازوزة. قوموا لها بالعوض، نط مثل البس اجيب لك كازوزة. لعيونك معلم. لا تشرب على الطريق مثل العادة ولا؟ ولا يهمك معلم. شغلوني شي شغلة معكم. شو بدي شغلك؟ بيع. لك شو بدك تبيعي؟ على اساس الزباين مقتلين بعضهم يعني؟ فراش، هي السمكة السوداء حبيتها، لابسة مثلي بدي اشتريها. أصلاً طنجرة ولقيت غطاها، غامضة مثلك. شبك ليش خايفة منها؟ لا مو خايفة منها، خايفة عليها تموت، رجع على المي، بس بدي اشتريها. لك ما فيني، هي مباعة بطرطوس. هلا هون بوكيمون سكويرو بيعصب، بيقوم بيطلع من الطابة. لويلي حضرك بينزل؟ لعند هاد تبع عصابة الرداء الأبيض، وبينزل فيه قتل، قتل، قتل على قتل. بيقوم هون مين بيتدايا؟ قتل بكتيريا. لك ايه مثل ما عم بحكي لك. فروجة عم تسمعني؟ المهم خليك معي ركز. يدوروا على البنوتة اللي رجلها صغيرة لك مشان يشوف مين هي الأميرة. وعرفت خالتها. إيه شو صار؟ شو بدي أحكي لك شو صار وشو ما صار؟ المهم يا فروجة، أم لما عرفت خالتها فرج. عم تحكي معي؟ ليش في غيرك فرج هون؟ لا ما في. الحمد لله إنه ما في، لأنه كانت خربت البلد. ولا أنا مو قلت لك امبارح اعتذر لي من الدكتور ميسر لأنه ما راح أحسن أحضر المحاضرة؟ والله نسيت. نسيت؟ لك عدمني إياك، مو الحق عليك، الحق علي، أنا اللي معتمد على أشجب مثلك. لك فرج، اطلع من فضائي، لما تخترق فضائي، انسى إنك تعرف واحدة اسمها نتالي، فهمت؟ شفتي شلون الإنتاي اللي بتعيط علي ما لها خبزة عندي؟ بس شو صار لها هي؟ لكفيلك شو صار لها؟ لما عرفت خالتها إنه هي صاحبة الكندرة والرجل الصغيرة. ليش تدري هي صاحبة الكندرة؟ لك لا شو دخلت لي؟ المهم قام شو بتقلها؟ بتقلها لازم تنط في كل البيت. قام بتفوتها على الغرفة وبتقفل عليها الباب. منان بص عليكي يا هاي. هاي فاتنة كيفكم؟ تمام. لك شو فهمني، باسل صاير له شيء؟ في مصيبة أكبر من باسل. شو هي؟ نتالي سلخت تأمل. شو؟ تأمل تأمل؟ تأمل تأمل. الله لا يوفقك. تعم بدون ما نحكي هون تعم. تأمل؟ شو هالتأمل؟